اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدا النصف الاخر من البرنامج مع المستشار عبد الاله القرشي، مستشار وزير الكهرباء. وكنت اتمنى ان يكون الاستاذ عبد الاله بجوار الاستاذ عادل من بدايه البرنامج، لكن الاستاذ عادل اعتذر لكونهما يمثلان جهه واحده رغم اختلاف وجهات النظر في الحلول الجذريه التي من الممكن ان تحل مشكله الكهرباء في اليمن. مرحبا بك استاذ عبد الاله. حياكم الله استاذ عبد الاله. انت ما هي رؤيتك الشخصية لحل مشكلة الكهرباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وأشكر القناة اللي أتاحت هذه الفرصة حتى نبين للناس ما هو الذي يحصل داخل الكهرباء، وأتفق مع أخي وزميلي الأستاذ عادل ذمران في كل شيء بالنسبة للمحطات الاستراتيجية، بالنسبة المشاريع ليس لا يوجد هناك أي خلاف بيني وبين الأخ عادل، لكن لا أدري لماذا تحسس ورفض أن نحن نجلس سواء على طاولة واحدة. نحن مؤسسة واحدة ووزارة واحدة، ولم يكن هناك أي داعي أنه هو لحاله وأنا لحالي. نعم. وباختصار شديد المحطات الاستراتيجية هي الحل فعلا، والمحطات الاستراتيجية هذه كان نحن كمهندسين قدامى طرحنا هذا الموضوع في عام 2000. تحمسنا في البداية لمحطات في مارب، اتضح أنه محطات مارب لا تخدم البلد بسبب الوضع اللي وصلنا إليه الأمني. نعم. وفي عام 2000 أنا قدمت محطة على أساس نستفيد بالدرجة الأولى من مواردنا. عندنا موارد مادية وبشرية. الموارد المادية هي الغاز والنفط موجودة في البلد، ومعانا موارد بشرية، عندنا كوادر. نعم. عندنا مهندسين قدامى. أستاذ عبد الإله، الحلول الاستراتيجية الآن لم تنفذ ولا زالت المشكلة نفس المشكلة. برأيك الأشياء الحلول العاجلة التي ممكن في إطارها يعني تحل مشكلة الكهرباء؟ الحلول العاجلة هو في بالإمكان الآن البدء ببناء محطات. كان مفروض الأسبوع الماضي وقعت الوزارة أو محافظ عدن أو ما أعرف من بتوجيهات من رئيس الجمهورية عقد استئجار طاقة. عقود إيجار الطاقة هذه كارثة على المؤسسة، وكان مفروض ينهوها خلال السنة. هم يريدون حل من أي حل معانا الماضي؟ أي حل. هذا دائما المؤسسة والوزارة عندما نصل إلى عنق الزجاجة يبدأوا يبحثوا عن الحلول، وفي بعض النواحي تكون مقصودة. أننا نصل عندنا إمكانية مثلا نحن نولد كهرباء بالغاز من بلحاف يعني برأيك أن في حلول غير هذه الحلول التي اتخذوها؟ في حلول ممتازة جدا واقتصادية. ممكن توضحها للمشاهد الكريم؟ الحلول الاقتصادية هي استخدام مواردنا كما قلت لكم. الغاز موجود عندنا والنفط موجود. الغاز في بلحاف أو في مارب. مارب الآن بسبب مشاكل وضع البلد والوضع السياسي في البلد هو مسبب لنا مشاكل في مارب. وقد طرحت أنا قبل 12 سنة تحويل محطة رأس كتنيب إلى النفط الخام، ولا رفضوا يأخذوا استشاراتنا. الآن طلبنا من شركات استشارية نحن نشغل محطات النفط الخام في رأس عيسى اللي هي في المنطقة هذه. هي الآن معنا محطات، الآن معنا محطة في مارب، محطة في رأس كتنيب وفي المخاوف الحسوة. ثلاث محطات الآن هي الرئيسية، تعتبر الهيكل العظمي للمؤسسة. نعم. محطة مارب الآن إلى هذا نقطة الضعف في محطة مارب. الخط اللي يصل مارب إلى صنعاء يضرب الآن، معرض للخراب. عند محطة رأس كتنيب موجودة هنا، ومحطة المخا، ومحطة هذه محطات بخارية. طرحنا موضوع إن نعمل محطة، أما توسيع محطة رأس كتنيب أو عمل محطة في رأس عيسى والتوصيل إلى باجل محطة رئيسية، والتوصيل إلى 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 المحويت وحجة وصنعاء وصعداء، وبالتالي نقدر نأمن العاصمة صنعاء من الجهة الشمالية. كم يعني تحتاج من الوقت كي تنجز مثل هذه الحلول؟ هذا المشروع ممكن ينجز خلال سنتين بالكثير، لأن سنتين. وهذا ما نعاني له من المشاكل الاستراتيجية. بالإمكان بناء المحطة في خلال 10 أشهر، بناء المحطة وبناء خط إلى باجل كإجراء إسعافي. ممكن. نعم. المحطة تنفذ على عدة مراحل. خلال كم؟ خلال 6 أشهر. خلال 6 أشهر. خلال 6 أشهر. المحطات الاستراتيجية اللي تكلم عنها زميلي عادل. يا أستاذ عادل قال أنها تحتاج إلى سنوات. لا. وليست. لا. الكلام هذا غير صحيح. كمركز صحي كما يقول. الكلام هذا غير صحيح. الصحيح كنا أنا طرحت مشروع على أساس إنه تحول محطة رأس كتنيب للنفط الخام، لأن النفط الخام القادم من مارب إلى معبر إلى حتى يصل إلى رأس عيسى. موجود الأنبوب النفط الخام والشبكة قريبة جدا. بالإمكان نوصل من رأس عيسى إلى باجل، وبالتالي ضمننا حوالي 200 ميجاوات سريع خلال 6 أشهر. خلال أقل من 6 أشهر بدل الإنفاق مليارات في الإنفاق. والفلوس موجودة. المشكلة الأخ عادل
وكيل مساعد للمشروعات. المؤسسة لديها 1.4 مليار دولار للمشروعات من عام 2006، مش قادرين ينفقوها. الجهات المانحة تشترط وجود شيء على الأرض، لكن المشكلة الفساد في المؤسسة أنهم يأكلوا من المشروعات هذه كما أكلت الفيران من سد مارب، دمرت سد مارب. الآن في تخريب المشكلة من داخل المؤسسة، وفي ناس مرتاحين حتى في ظل الآن الوزير الجديد والحكومة الوفاق الجديد، حتى في ظل الوزير الود الجديد مسكين، لا حول له ولا قوة، لا لم يتخذ أي قرار إلى الآن لإسعاف البلد بمحطة استراتيجية. يعني المشكلة الآن اللي يعاني منها البلد هي يعني الفساد اللي في الوزارة، الفساد اللي في الوزارة وفي المؤسسة. نعم، هم يريدوا أن تصل البلد إلى وضع اللي وصلت إليها الآن في بداية الصيف. طرحنا للوزير قبل شهر وشوية محطات إسعافية ملك المؤسسة، والأسبوع الماضي راح وقعوا عقد شراء طاقة، شراء الطاقة يكلف 24 ريال الكيلوات ساعة. بينما نحن نقدر كما أخبرتكم نستطيع نولد بأربعة ريال من بلحاف، بس هذا المشروع يشتي 3 سنوات، أو من رأس عيسى بسبعة ريال بالنطل الخام، والمؤسسة تبيع ب12 ريال للمواطن. المؤسسة عندما ما لا تعتمد على موارد البلد يعتمدوا على النفط الخام والمازوت المستورد، وهذا يكلف 24 ريال الكيلوات ساعة، يعني ضعفي سعر البيع. المؤسسة خسرانة، المؤسسة مهدر زي كما يقال. هم يقولون ما أسهل الحرب كما يقول المثل على المتفرجين، والذين يتحدثون عن فشل الزارة في إيقاف الانطفاءات بالشهور الأخيرة لا تدركون حجم المعاناة والأعباء التي تكابدها. أليس الأمر على هذا النحو بالفعل؟ والله هو المواطن هو اللي كابد، اللي أصحاب الكراسي مرتاحين بهذا الوضع، لأنه بكل صراحة هناك عمولات تدفع مقابل أن المؤسسة تبقى في هذا الوضع حتى يبقى البلد في عمق الزجاجة. المتابع لكلام الوزير ويعني تصريحات العالمية الأخيرة ينفي هذا الكلام. الوزير شخص طيب، لكن المشكلة العصابة اللي حوله. الآن ما حصلش أي تغيير في الوزارة، الآن الوزير 17 يعني الوزير لا يستطيع أن يغير هذه العصابة التي الوزير لازل. الآن في ضغوط على الوزير من أكثر من جهة، والمرحلة الانتقالية والانتقامية أنا أسميها، الآن هم يستعبرون مرحلة انتقامية أشبه بالذئب الشرس. الآن هم من هؤلاء الذي أشبه بالذئب؟ عصابات داخل المؤسسة. هل هم وكلاء أم مدراء أم موظفين أم من كل المستويات؟ كانوا زمان باختصار شديد أقدر أطرحها في بداية الثمانينات كانوا يسرقوا بالملعقة ويشتغلوا، في التسعينات صاروا يسرقوا بالشيول وأزاحوا الناس اللي يشتغلوا، الآن في القرن 21 من بداية سنة 2000 يسرقوا بالشيول وما يشوش الناس يشتغلوا. وباختصار شديد كما أخبرتكم عندنا 1.4 مليار دولار تحت تصرف الوزارة من عام 2006 من مؤتمر لندن، ولم في المشروعات في المشاريع اللي هي تخصص الأخ عادل. نعم، من الجهات المانحة. الجهات المانحة لا تعطيك أي شيء إذا لم يظهر أي شيء على الأرض. نعم. طبعا في الجهات المانحة تدفع لك مثلا 100 مليون دولار، لازم الحكومة ترفق 10 مليون، 10%. الموظفين في المؤسسة الآن كبار المسؤولين بعضهم يأكلوا من هذه 10% ويظلوا لا يريدوا أن تتحسن أوضاع المؤسسة لأنه بينقطع رزقهم. أنا أشبه وضع المؤسسة بوضع أيام حصار صنعاء في نهاية الستينات، عندما دخلوا الملكيين على صنعاء حاصروا صنعاء من 70 يوم وأكياس الذهب في أيديهم، ادخلوا صنعاء مش يدخل بينقطع الذهب عليه. يعني قمنا بثورة وحكومة جديدة ورئيس جديد يعني لم يستطيع أن يحاسب مثل هؤلاء، لأن هذا خدمة يعاني منها المواطن اليمني، الناس يموتوا بالمستشفيات. نعم، أنا نعرف الكلام هذا ويعرفه أي إنسان. الكهرباء كل الناس يحسوا فيها، الكهرباء لم تطرح إلى الآن، لم تأخذ الحلول التي طرحت من قبلنا نحن قدام المهندسين. يعني هناك تهاون قوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رئيس الجمهورية أنادي من قناة شباب يمن شباب، اعتبر مشروع الغاز مشروع استراتيجي بالنسبة لليمن. مشروع الغاز فرنسا نهبت الغاز من اليمن، علي عبد الله صالح استغفر الله العظيم ما يجوز 16 في الميت، علي عبد الله صالح أنا أعتبره ميت الآن، لكن رئيس الجمهورية الحالي أمام الله يوم القيامة بنقف أمامه، قال إن مشروع الغاز مشروع استراتيجي ويحموه. مشروع الغاز سعره في الأسواق العالمية المليون وحدة حرارية 16 دولار وإحنا نبيعه بربع دولار، يعني عندنا 11 تريليون قدم مكعب. شركة توتال والشركة الكورية قد سحبت نصف الكمية، الغاز المنزلي مع الغاز الطبيعي ما عاد فيش، يعني خلاص كأن البلد ما معهاش خيرات، كأن إحنا يعني بعنا خيرات. والآن يجي عبد الرب منصور هذا الله يسامحه ويهديه وأرجو أن يسمعنا يقول إنه هذا مشروع استراتيجي، يحموا خط الغاز اللي هو جاي من مارب إلى بلحاف
يحموا خط الغاز اللي رايح من مارب لابلحاف، خط النفط اللي جاي من مارب إلى رأس عيسى اللي يدخل للبلد 6 مليار دولار موقوف مضروب في أكثر من 20 ثقب، ورفضوا يعيدوا للتشغيل وكل ساعة يضربوا دائما، و 6 مليار دولار إيرادات خط النفط اللي يروح رأس عيسى ولا عملوا له أي شيء. من شهر أكتوبر التصدير واقف، لكن خط الغاز لأنه يروح لجيوب الفرنسيين وللدول الاستعمارية مجانا. اليمن ما كسبت من الغاز المصدر في 2009 إلا حوالي 80 مليون دولار، وفي عام 2010 يمكن 90 مليون، والآن جابوا كأنها حق جعالة 100 مليون نعم. دولار. طيب بينما الغاز اللي يدخل على البلد 8-6 مليار دولار نعم. مش راضين يصلحوا. أستاذ عبد الله خلنا في موضوع يعني الحلول التي تراها يعني عاجل استيعابها. الوزارة أنفقت في الأشهر الماضية عشرات المليارات لإصلاح خطوط الكهرباء نعم. وشراء الطاقة من شركات أجنبية. بتقديرك ألم تكن تلك الأموال الضخمة كافية لحل المشكلة؟ تكفي بالزيادة. نحن الآن ولماذا لم تعالبها الوزارة؟ نحن الآن ندفع مبالغ خيالية لشركات شراء شركات الطاقة نعم. شركة الأهرام، شركة أجريكو، شركة الآن دخل ما لا أعرف إيش اسمه في الأسبوع الماضي شراء الطاقة. اليمن خسرت في العشر السنوات الماضية حوالي من شراء الطاقة حوالي مليار دولار. هذا نقدر نعمل محطة كما قال زميلي عادل، نقدر نعمل فيها محطة 1000 ميجاوات في رأس عيسى ولا في بلحاف. وتوجد دراسة من شركات استشارية كلفت عشرات الملايين من الدولارات نعم، ومع هذا المبالغ لا تصرف في محلها أو تترك هناك. كيف يمكن تجاوز هذه المعضلة في ظل ما تقول؟ المعضلة تحتاج الوضع. المؤسسة والوزارة تحتاج تنظيف. المؤسسة في الوزارة، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في وزارة المالية، في رئاسة الوزراء. أنا طلبت مقابلة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي قبل أسبوعين حتى أشرح له الوضع اللي موجود في الكهرباء نعم. لأنه طفح الكيل عندي. أنا 7 أشهر معين رئيس المكتب الفني، واليوم عادوا صدر قرار بتشكيل المكتب الفني. أنا رئيس مكتب فني لا حول لي ولا قوة، أنا إنسان مسكين ما أقدر أشتغل لحالي، عندي واحد مساعد الدكتور توفيق سفيان الله يحفظه يساعدني. طيب سلام. طيب مش قادرين نعمل أي حاجة. هناك تجارب عديدة استفادت منها دول أخرى في توليد الطاقة وبشكل يعني سريع، وأيضا ما تكلفش البلد يعني مليارات كما الذي يحدث عندنا في اليمن. لماذا عجز اليمن أن تنفذ مثل هذه المشاريع؟ اليمن كما قلت لك الهدف ليس حل المشكلة، وإنما الهدف هو العمولات. هذا اللي حصل في اليمن. الواحد ميجاوات في أي بلد في العالم يكلف نص مليون دولار، عندنا يكلف مليار دولار، يعني نص مليون دولار عندنا يكلف مليون دولار واحد ميجاوات. ودورة مفردة يعملوها في مارب 1 ومارب 2 الآن، دورة مفردة. إذا عملت 400 ميجاوات مارب 2، لو عملت في رأس عيسى كما قدمنا نحن المهندسين القدامى بدورة مزدوجة اللي هي استفادة من الغاز المنطلق من العادم، نقدر نولد بالبخار نولد بالغاز دورة مزدوجة بكفاءة عالية. الـ400 نقدر نعمل 600 في رأس عيسى ولا في بلحاف. لكن كم ستأخذ من الوقت هذه الطريقة؟ بالنسبة لرأس عيسى أنا قدمت الوزراء، بالنسبة لرأس عيسى كنا على إذا هي محطة أرضية بتأخذ سنتين، إذا هي محطة عائمة الآن مضطرين نعمل محطة عائمة. إذا نريد نوقد البلد لازم نعمل محطة عائمة في رأس عيسى، لأن أنبوب النفط موجود هناك، البنية التحتية موجودة، والتوصل لباجل سهل جدا للشبكة. خلال كم ستأخذ؟ ممكن خلال 6 أشهر. خلال 200 ميجا خلال 6 أشهر على طول تحل مشكلة البلد. نعم. وقلنا الكلام هذا قبل 12 سنة. يعني متأكد من كلامك؟ 6 أشهر كفيلة. أنا متأكد من كلامي وأنا مهندس وأتحمل مسؤولية كلامي، ولا يعلقوني على حبل المشنقة. أنا الكلام هذا أنا واثق فيه، وأنا مهندس لي 33 سنة في الكهرباء، وقدمت لكل طيب الوزراء. لماذا الوزير والوزارة لم يستفيدوا من كلامك والحلول التي طرحتها؟ الوزير والوزارة احنا اليمنيين ما حد ياخذ رأي المهندس اليمني لا يؤخذ رأيه. يوجد دراسات استشارية كلفت عشرات الملايين من الدولارات ايضا مركونة. دراسة في 2008 على اساس احنا نعمل محطة في بلحاف، ها الى الان مجمدة. لو عملنا بس محطة في بلحاف كنا يعني بس محطة بلحاف، لانه لا توجد خطوط، الخطوط بعيدة جدا الى عدن الى المكلا الى صنعاء، الى صعب جدا من بلحاف تاخذ لها نعم. 3 سنوات نعم. وتشتري بنيه تحتيه هنا، البنيه التحتيه موجوده هنا والشبكه قريبه، وثلاثة ارباع سكان الجمهوريه موجودين في هذا المكان. يعني معك محطه في مارب اعتبرها تائر مبنشر، انا محطه مارب. اذا في محطه في راس عيسى اول حاجه الشبكه تثبت لو ولت من الشرق ومن الغرب، على افتراض ان مارب شغاله. اذا في محطه في راس عيسى حلينا مشكله الهبوط في الفولتيه او اتزان الشبكه كما يقال، يعني اهتزاء كان الناس اللي ما يفهموا يعني اتزان. اذا كان 3-4 سكان الجمهوريه في هذه المنطقه، محطه في راس عيسى، محطه في مارب،
حلة مشكلة البلد خلال السنتين القادمتين، وبعد ذلك نعمل خطط استراتيجية لمشاريع أكبر، 3000 ميجا في رأس عيسى، 3000 ميجا في بلحاف. لكن الوكيل ذكر قبل قليل كما تابعت بأن هذه الحلول ليست آنية وإنما تحتاج إلى يعني سنوات. أبداً أبداً لا تحتاج إلى سنوات، عندنا اعتمادات، عندنا فلوس، دول مجلس التعاون أبدت استعدادها للتمويل. أنا كنت سافرت مع رئيس الوزراء في شهر يناير اللي فات. تحتاج إلى مراحل من المناقصات كما ذكروا. المناقصات الدراسات موجودة، المناقصات لم تبدأ حتى الآن، لم يبدأوا. لماذا أثرنا هذه المواضيع من سنة 2000؟ تحويل محطة رأس كتنيب إلى النفط الخام لأن الأنبوب يمر بجانبها. لماذا تأخر المناقصات برأيك؟ تتأخر المناقصة كما قلت لكم لأنه في ناس من مصلحتهم أن البلد تستمر في أزمة، عملية لي ذراع، لازم تستمر البلد في أزمة. مثلا قدمنا دراسة أنا وزميلي الدكتور توفيق سفيان قبل شهر شوية، نعمل محطة 100 ميجا، محطة 50 ميجاوات في الحديدة و 50 ميجاوات في عدن ب 90 مليون دولار بالطائرة خلال 10 أيام تتجهز. سكتوا عن الموضوع هذا، قدمنا الدراسة ووقعناها وتحملنا مسؤولية، ممكن نروح لجنة مكافحة الفساد على أساس الجرائات الاستثنائية. قبل كم حدث؟ قبل حتى يوم 27/5 قدمنا الدراسة هذه، مفروض يوم 7/6 تكون المحطات شغالة، يوم 10/6 تكون المحطات شغالة في الحديدة وعدن. ما كانش في داعي إن احنا راح نستأجر من بن سريمة، الآن دخل واحد تاجر اسمه بن سريمة. من عاق هذا الأمر؟ أعيقت في الوزارة والمؤسسة مش مرتاحين لأي حاجة، ما يشوش المسألة يعني أحنا. الآن في مشكلة بين المؤسسة والوزارة؟ لا. تصادم في وجهات لا النظر؟ لا لا يوجد تصادم، لا يوجد تصادم، ولكن هناك في عصابات، مع اعتذاري للدكتور صالح سميع وخالد راشد زميلي أو الواحد أحد أولادي في المؤسسة مدير عام المؤسسة، ما نش عارف ليش انتظروا اللحظات الأخيرة ويقول لك تتخذ إجراءات. لماذا قبل 35 يوم نقدم إحنا المستشارين أو المكتب الفني اشتروا هذه المحطة ب90 مليون دولار مثلا ولم وكلفونا بهذا العمل، قدمنا لهم شيء بالمكتوب ونتحمل مسؤوليته. يعني باعتقادك مدير المؤسسة والوزير فاشلين في تنفيذ مثلا؟ والله هي منظومة فاسدة، عاجزين عن مواجهة مثل هذه منظومة الفساد موجودة، لا زالت موجودة. شبح علي عبد الله صالح يعني عاجزين عن تنفيذ هذه الحلول، ورئيس الأمن القومي يتصل يهدد أي واحد عندنا في المؤسسة، ولا زال شبح علي عبد الله صالح يخيفهم مع كل بالأسف يعني إلى اللحظة لا زالت تهديد جاري إلى هذه اللحظة. تكلم الدكتور صالح سمع قبل فترة أنه علي عبد الله صالح هو سبب هو رئيس العصابة، وسلط علي عبد الله صالح أرسل الناس يضربوا الخطوط انتقام من صالح سمع حتى يفشل صالح سمع. شفت كيف؟ صالح سمع رجل طيب لكن مشكلته أنه ما عندهش خبرة، وفوت السبع الأشهر الماضية ما سمعش رأي المستشارين اللي عينهم مكتب استشاري. الآن مكتب استشاري سبع أشهر ولم يصدر قرار بالمكتب، أفراد المكتب الاستشاري. كان دكتور صالح سمع رجل عسكري، رجل أكاديمي، كان بإمكانه يمدد رجليه ويعمل مكتب استشاري من قدام المهندسين، ونحن اللي بنقوم بالعمل ونجيب له الموزة مقشرة. نعم أستاذ عبد الإله، أنت توصف بالمعارض داخل وزارة الكهرباء، لو تم يعني الرئيس بإقرار قرار جمهوري بتعينك وزير، ما الذي ستتخذه في ظل ما تعانيه اليمن في هذه اللحظة؟ لا حول ولا قوة، استغفر الله العظيم. أنت لو وضعت نفسك مكان الوزير، أنا الوزير وظيفته لا يحسد عليها، لأنه كما يقال في صنعاء جاي لفلف أوساخ الآخرين. الآن أنا لو أنا في موقف صالح سمع، كنت من قبل 6 أشهر كلفت مكتب استشاري من قدام المهندسين، الآن اليوم هذه اليوم بعد صلاة الظهر تقرر نعمل مكتب استشاري. المكتب الاستشاري هذا انا لو انا محل الدكتور صالح سمع عملت مكتب استشاري وخليتهم يشتغلوا قدام المهندسين، 2 محاسبين، سكرتير، ناس من شباب الثوره شغالين الان معنا مجانا يشتغلوا معنا الان. يعني مكتب الاستشاريين لو يعني نفذ ما يقوم به هو كفيل بحل كل المشاكل، كفيل بحل جميع مشاكل الكهرباء بوجود الاموال. قلت لك 1,400 مليار دولار، الصناديق الان رفضت السحب من المبالغ هذه، دول مجلس التعاون الخليجي مستعدين يجيبوا 2 مليار دولار لدعم الكهرباء كما سمعت في رحلتي في مع الأخ رئيس الوزراء وجماعته. نعم. لكن المؤسسة الآن أشبه بالغربال، إذا حاولت تملي الغربال بالماء، طبعا دول مجلس التعاون والجهات المانعة عارفين إنه في فساد، مش مستعد يدفع لك المبالغ مسحوبة من عام 2006 من أيام مؤتمر لندن 2005، وصلت إلى 1,400 مليون دولار، والأخ عادل يعرف الكلام هذا، وهم يأكلوا منها كما أكلت الفئران من سد مارب ودمرته. في ناس يخربوا داخل البلد باختصار شديد، عندي وثائق
بالكلام هذا، مليار و400 مليون دولار للمشروعات. تصور مشروع بالطاقة الشمسية، هذه الوثائق التي لديك، الأشخاص لا زالوا يمارسون أعمالهم، لا زالوا يمارسون أعمالهم بما فيهم مدير وزير اسمه اللهم صل على محمد، وكيل الوزارة، هذا وكيل مساعد الأخ عادل. نعم. وكيل الوزارة أنا تكلمت عنه في قناة سهيل. نعم. مرسل للنيابة ومدان له 10 سنوات في النيابة، ولا زال وبكرة وبكرة آخر جلسة للنطق في الحكم، ولا زال يترندع ويعلق أوراق في المؤسسة إنه يباركوا له، إنه طلع له براءة، لا طلع له براءة ولا شيء. هذا من اللي دمروا المؤسسة، من اللي تآمروا على المؤسسة أصحاب الفساد المنظم من سنة 85، والفساد المنظم يمارس في المؤسسة، يأكلوا المؤسسة ينهبوها. وبلغتنا النائب العام، ولكن النيابات والمحاكم بوردين. طيب أستاذ عبد الله، نعود إلى الحلول. يعني إحنا الآن نريد يعني نسمع منك حلول للمواطن اليمني علّه يعني تفرج هذه الأزمة التي يمر بها اليمن. هل تتوقع أن تجد مقترحاتك لتحسين أداء العمل في الوزارة اهتمام أفضل، خاصة بعد هذه الحلقة وبعد؟ والله اليوم استدعاني الدكتور صالح سمع، وعملنا أنا وهو معركة من أجل المكتب الفني وتفعيل المكتب الفني، لأن إحنا 7 أشهر مكتب فني. استدعوا واحد زميل من أستراليا كهربائي، وأنا ميكانيكي، واحد من شباب الساحة، أول واحد هرب صحة الساحة، صاحبنا اللي في أستراليا رجع عند أولاده عبد الوهاب شيبان زميل كهربائي مهندس قدير، رجع هاجر أستراليا مرة ثانية بعد أسرته بعد مصالحه الشخصية. أما أنا فثبت، أنا زي العظمة في الحلق، لا قادرين يمغطوني كما يقولوا، ولا قادرين يدفعوا بي للخارج، وفمي مفتوح وأتكلم، وإن شاء الله ما أنزل طيب القبر إلا وأنا أصيح. نعم. على مشاكلها. كيف بإمكانكم إقناع الوزير لتنفيذ ما ينتجه المكتب الاستشاري لوضع هذه الحلول؟ اليوم الوزير اقتنع بعد ما طفح الكيل، اليوم الوزير وصل لاقتناع، وعملنا له معركة كأنها تصفية حساب أمام الناس، وكلف مكتب استشاري نحن نقوم بالعمل، وبندام إن شاء الله من بكرة الصباح مكتب استشاري في البدروم ما يهمش، بأنا أشتغل إن شاء الله في الشارع. أنا قلت له نعمل خيمة، بنسحب خيمة من الساحة ونشتغل في الجبهة زي ما يقولوا. قال اعملوا لهم مكتب، اعملوا لهم قبل 4 أشهر، ما عملوا لناش مكتب إلى الآن. إحنا 15 مهندس قديم يتحكم فينا مدير مكتب الوزير، شفت كيف يلعب فينا كأن إحنا كرة، مش معقول الكلام. يعني أنا كمهندس قديم لي كرامتي. نعم. الآن يعني الوزير وصل إلى نقطة بأنكم أنتم من الذي ستضعون الحلول. نعم. ما الذي توعد المواطن اليمني إن شاء الله خلال الأيام المقبلة؟ المواطن اليمني أرجو من الأخ الوزير، من الأخوة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وأنا أرسل له بنسخ عبر الإيميل. نعم. هل فعلا وكيل الوزارة يعني في هذا الموضوع ذكر بأن العملية تكاملية بين عدة وزارات في المالية والتخطيط وكذا، لا تقتصر على وزارة الكهرباء فقط؟ في مافيا تشارك في عمل الكهرباء، هي الكهرباء. نعم. عبارة عن مافيا الآن. نعم. كما أخبرتكم الكهرباء الآن ناس ينفقوا من المشروعات في المشاريع اللي هي مشاريع التمويل الخارجي، وفي الخطة الاستثمارية، وفي دخل المؤسسة، هذه كلها ينهشوا منها نهش الكلاب الجماعة المجرمين اللي دمروا البلد هذه. كما قال الدكتور صالح سمع في القنوات الفضائية، احنا ما عندناش كهرباء فعلا. لو نعم. قارنت اليمن زي ما قالوا الإخوان باحتياط الحرم، اليمن نص احتياط الحرم، اليمن زي ما قال الدكتور صالح سمع زي جمهورية أرض الصومال، جمهورية الصومال أحسن مننا. أستاذ عبد الإله، يعني نعود إلى السؤال الذي ذكرناه بأنه بعد أن وافق الوزير على المكتب الاستشاري، والآن الحلول التي وعدت بها المواطن اليمني يعني في أقل من دقيقة حتى نختم بها البرنامج، ما الذي ممكن أن تقدموه للمواطن اليمني في حل مشكلة الكهرباء؟ المواطن اليمني هو المشكلة. إحنا نقدم دراسات المهندسين، مطلوب من المؤسسة أصحاب القرارات السياسية بدأ من عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء وزير خطط التعاون الدولي وزير المالية وزير الكهرباء، بس الثغرة الكبيرة هي في وزارة الكهرباء، الثغرة الكبيرة اللي ينفذ منها كل شيء. يعني إذا قالوا إذا باب النجار مخلوع إيش تعمل له؟ الكهرباء هي سبب الفساد، أصل الفساد، ما حد يقدر يعمل لك أي شيء من خارج الكهرباء. إذا أنت فاسد في الكهرباء ما حد بيجيب لك فلوسه على أساس تستمر فيها. وإحنا المهندسين طارحين مشاريع، وهذا إن شاء الله لو في حلقة أخرى كما أخبرتكم بالغاز، نستخدم الغاز، ممكن النفط الخام، ممكن نستخدم النفط الخام، بدائل الطاقة عندي الآن. نعم. أكثر من بدائل، الطاقة الشمسية وطاقة. نعم. الرياح الآن يعني بعد أن سمعنا من الجميع يبدو أن يعني الإحباط والمخيم على ما تعنيه الكهرباء في اليمن، هل من رسالة تطمينية للمواطن اليمني علّه يبني أمل بأن تعود الكهرباء خاصة بعد أن ننشئ هذا المكتب؟ الله، كنا نتوقع
أن هذه الحلول قبل 6 أشهر بدأوا فيها، قبل 7 أشهر أول ما تعاونت الحكومة الوفاق. حكومة الوفاق الآن ما تحركتش بسبب العيش العصابات المنتشرين داخل الوزارات، عصابة النهب والسلبي كل الوزارات بشكل عام، والكهرباء واحدة من الوزارات، جزء من الوزارات. لما يتم تغيير بعض، بالله بعض الأحيان حصل تغيير إلى الأسوأ داخل الكهرباء في ظل حكومة الوفاق. رسالتك التطمينية أخيرا. رسالتي التطمينية الأخيرة، الكهرباء بتصلح لكن تحتاج صبر، وتحتاج أقل شيء سنة. الآن بقية الحكومة الانتقالية هذه أول حكومة الوفاق لا حول لها ولا قوة بما فيهم رئيس الوزراء. أنا طالب مقابلة رئيس الوزراء أشرح له الوضع. نعم. وراح يشتكى عند الوزير وقال له هذا جاي يشتكي بك. أنا أشتكي به صح، وأبغى أشتكي به أكلم رئيس الجمهورية وأكلمهم كلهم. الكهرباء لن تقوم لليمن قائمة بدون الكهرباء. نعم. نشتي نصير حتى زي إمارة الفجيرة ولا حتى زي إمارة عجمان في وليس كدولة. إذن الإمارة. نتمنى من الحكومة برئاسة المشير عبد الرب منصور هادي وأيضا حكومة الوفاق برئاسة باسندوا وزير الكهرباء أن يجعلوا ما قلته في نصب أعينهم أمام أعينهم، وأن تنفذ الخطة التي سيقدمها مكتب الاستشاري الكهرباء. ونتمنى بإذن الله أن تكون الأيام المقبلة هي أيام أفضل، وأن تفرج اليمن وتخرج من هذه الأزمة التي تعانيها في الكهرباء. شكرا جزيلا لك الأستاذ المستشار عبد الإله القرشي مستشار وزير الكهرباء. أيضا نشكر الأستاذ عادل دمران وكيل وزارة الكهرباء للمشاريع. كما أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة ومواضيع أخرى. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته.